قولي لي وقتاش نلقاك، والملاقية جات بيني وبينك بعيدة. ولفي ولفي قولي لي وقتاش نلقاك، والملاقية جات بيني وبينك بعيدة. حرقتني شمس الضوحى وانا نترجاك كما يترجى الصايم نهار العيد. ربي يحفظكم وربي يعطيكم الخير. في فرالجيريا تصفيقة حارة يا بلال. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام الجزء الاول من حصتنا. خلاص خلاص الجزء الاول اذا مشاهدينا لحقنا لختام الجزء الاول من حصتنا، حصه العيد لهذا اليوم. ما تنساوش مازال كاين مفاجات. نلتقي بعد الفاصل. عدنا اليكم مجددا مشاهدينا الكرام، نرحبوا بلي التحقوا بنا الان في بلاطو قناه النهار. نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بالف الف الف خير. كما على بالكم مشاهدينا الكرام، راهم حاضرين معنا من فنانين من مختلف المجالات. ونبداو بك نبه، شرفتينا بحضورك. واللي شرفني نكون معكم. صحه عيدكم، صحه عيد كل الجزائريين، صحه عيد الضيوف اللي معنا جنود الخفاء، وصحه عيد كل الامه الاسلاميه جماعه. شكرا لك. ايضا مشاهدينا الكرام، راهو حاضر معنا المغني الممثل المنشط طارق القليعي، شرفنا بحضورك. الله يعيشك بلال دانيا، صحة عيدكم، صحة عيد كل الشعب الجزائري والأمة العربية المسلمة، عيد مبارك إن شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالصحة والهنا إن شاء الله. صافي بليز اللي رانا معكم اليوم ومع ضيوف نقدر نقول خاوتي وخياتي رانا هنا. شكرا لك طارق. بلال نستقبل كذلك معنا الممثل والمخرج أمين بومدين، صحة عيدك أمين. صحة عيدكم، صحة عيد كل الشعب الجزائري أينما كانوا داخل أو خارج الوطن. صحة عيد عمال قناة النهار، يعطيكم الصحة. شكرا لك أمين. ومعنا كذلك الفنان الغني عن التعريف سامي زرياب، صحة عيدك سامي. صحة عيدك دانيا، صحة عيد بلال، صحة عيد زملائي الحضور، وعيد كما قالك مبارك للمتابعين على قناة النهار. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نكونوا ضيوف إن شاء الله خفاف عليكم. أكيد تكونوا ضيوف خفاف علينا، شرفتونا بحضوركم. زميلتي دانيا لازم تقصوا ضيوف تاعنا كيفاش مجوزوا العيد ديالهم، خاصة في الحجر الصحي الكورونا. هذا العام نيبال العيد مختلف مختلف، ما كانش ما نقدروش نغافروا على طبعا، ولكن يبقاو حنا كي نجيو نشوفوا نقولوا انه في بعض الاحيان كنا بدينا نعتمدوا على طريقة بعث الاس ام اس ولي ميساج عن طريق الميسنجر ولا الواتساب ولا الاس ام اس كيما خرج هكذاك الهاتف. دونك نقدروا نقولوا رانا ماشيين فيه، ولكن احترام الحجر الصحي واجب. حنا ماذا بينا انه دائما نقولها، دائما نقولها ونعاود نقولها عبر يعني عبر الحصص تاعي في الاذاعيه، نقول دائما انه علينا نحترموا الحجر الصحي لانه مازال صيف طويل. صح. ولادنا حابين يخرجوا، كاين ناس حابه تفرح، اذا راكي توافقيني دانيا. على هذا احنا قد ما نحترموا الحجر الصحي، قد ما نكونوا يعني ناخذوا الحيطه والاحتياط، قد ما رانا نوجدوا ونمهدوا ايام اجمل. ايام اروع راهي جايه. ونتمنوا احنا ان شاء الله هذا العيد يكون مبروك علينا، وان شاء الله نتمنوا رمضان يعاود يلقانا بالف خير، وان شاء الله تكون ظروف احسن. أكيد. ان شاء الله. طارق احنا نعرفوا انه هذا العيد ورمضان جاء في ظروف استثنائيه لكل مره نقولها. صح. لكن هذا ما يمنعش انه نعيدوا على الشعب الجزائري، نقول لهم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير. ربما طارق وشو هي العادات اللي تاثرت بجائحه كورونا؟ العادات نقدروا نقولوا العيد اون جينيرال هو اللي تبدل. هذا بالك ما من رمضان ما حسينالوش كيما العوام اللي سبقوا. كيما قالت بالك هذا هو العام الوحيد اللي نشجعوا الناس يبعثوا لي ميساج تاع عيدوا بلا في الماسنجر ولا انستغرام ولا. هذا العام صافا مخدموا شغل صحه عيدكم، داروها شابه هذا العام، ماشي كيما ما في صحه عيدكم ديك السبوعه. هذا العام كاين ايموتيكون تاع صحه عيدكم، عندها حجه. وي هذا العام حنا نقول لكم ماسنجر وعيدوا على بعضكم. دونك تبدل بزاف العيد، سمح لي بلا تبدل بزاف العيد هذا العام. ورحت البنا اللي كنا بون حنا كبرنا بالك العيد ماشي كيما كي كنا صغار. كي كنا صغار كنا نلبسوا حوايج نخرجوا برا نروحوا نطموا الدراهم نروحوا نجيبوا نرفدوا شويه دراهم ما عارف نديروا لا تورني هذيك على فامي والحومه. دونك هذا العام ما كانش البنا تاعو. شفنا ربما العادات كثيره وعديده غابت هذا العام. وي. ومن بين هذه العادات هي صلاه العيد زرياب. اكيد غائب الاكبر. هذا سي با فاسيل. شوف انا يعني لحد الساعه ولا لحد العمر اللي انا عايشينه عمري ولا عشت ان مومون كيما هذا وين كاين صلاه العيد ما كانش في الجوامع وما نسمعوش التكبيرات في الجوامع.
اباك سي ان بو بيزار اه سي ان بو بيزار وراهم يشوفوا في لي ريزو سوسيو راهم ينشطوا ويبعثوا مام دي فيديو تاع اما وين يوعوا الناس كيفاش تصلي صلاه العيد وكيفاش لازم تكبر وكيفاش تدير دونك سي اسمح لي داروا له هذا العام تكبير تاع العيد حاجه مليحه كي سمعناهم بالك عطاونا شويه شويه ان بو دي سبوار طارق حنا بمجرد ان نفطنوا الصباح في العيد نسمعوا هذوك التهليلات تاع الله اكبر بيان سور صافي بارتي دي كوتور ديجا تحس روحك في العيد و شوفي كاين واحد الامور اللي تنحاو من العيد ولا يتنحاو من رمضان تافي نورمال تروح بها تاعهم البنه تاعهم صح نصادبت نسيو باش نتاقلموا دونك كما قالك كما قالت نيبال بوغ افوار دي جور ميور باش كما قالك نخرجوا بنتائج كما قالك سلبيه اقل واش رانا عايشين وتاثرنا بزاف يعني ناس كامل تاثرنا لعدد الوفيات تاثرنا للناس مساكن نقاست نقاسمهم الاحزان كذلك لكن تفادوا الاكثر ومن خلال كما قالك النهار قناه والعيد هذا نوجهوا دائما رساله نقولوا لعيد الفرحه راهي في القلب والرحمه تاع ربي كاينه دونك لو ماكسيموم سيو نخرجوا بنتائج سلبيه اقل نصبر وما بقاش قد اللي فات ولا توافقني الراي سامي وكامل اللي حاضرين معنا حنا نشوفوا انه دوك فيه تطور وسائل التواصل الاجتماعي فيه التطور التكنولوجي انه حتى واذا ما كانتش هي صح يقول لك ما كاش كيما هذاك نغافرك وتغافرني ونسلم عليك وتسلم عليا بهذيك الحنيه خاصه الناس اللي عندها والدين كبار لازم تستحفظ عليهم كيما حنا مثلا نخدموا انا نخرجوا على برا نخافوا على اولادنا نخافوا على مالينا نخافوا صح ولكن انه نرفد التليفون ونشوف كوره انا دوك نشوفوا الصوت نشوفوا الصوره نشوفوا يعني الحمد لله سانو غير كونفور ان بو دونك سي بور سا ماذا بينا ونعاودوا نوعي ونعاودوا نقولوا نخرج الى للضروره ونشوف سي اون تري تري بون انيسياتيف ديجا كي نحاو لي فواتور التلوث راح ينقص حنا راح نسيو ونزيدوا نقعدوا اكثر الطبيعه استرجعت كذلك طبعا صغار شويه صح سي فري على هذا ماذا بينا يعني نزيدوا نصبروا اونكور شويه هذا ما ربما كل واحد فينا عنده عادات مؤلفه يديرها في العام من اللي فاتت هذا العام ربما امين وشنو هي العاده اللي غابت عليك هذا الموسم وما درتهاش مولف ديرها في العام اللي فات بون ابار عندك صلاه بيان سور صباح ربي تروح مع خاوتك ايتو سي لو شان سينو الفو با تاني نكذبوا على روحتينا هذه هي تاني باش واحد يعرف قيمه العيد باسكو العيد من داك انت يا تحب تروح الدور كلش مغلوق كلش الفو دير لي شوز كيما نهضروا امور هكذا كيما نهضروا امور هكذا حنا العيد بالك ما كناش نعرفوا له قيمته كيما حب الخاطر العيد الناس كاع ثقيل تقول لقاها في جينيرال خو اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اه وشنو؟ يلا في تاع الصحراء تاع العيد صحراء تاع العيد يا طارق تروح تشوف روح للسينيغال كنا زمان روح للسينيغال والله السينيغال ولا نسيت واش بي افريكا خطر ما بيش كيش طحت فيديو فيستيفال الطبل العياط كذا انا ما بيش واش نبقى قال لك هذا العيد مسلمين كذا العيد لازم نفرحوا له خويا دوك ما على باليش اذا حنا كبرنا ولا الوقت تبدل انا نشفى العيد كنا البنات بالصاك حنايا بالكوابس ولا بالبولات نروحوا نداكوا البيتزا نحوسوا اسمح لي نحوسوا على الكامونطيطا اللي كانت ابسونت الكرواسون البيتزا ما باليش اذا حنا كبرنا ولا تبدلت دونك لازم نعرفوا قيمه العيد لا كبرنا احنا بالك انا شفت لا تبدلت الحاله باسكو بكري ما شاف الا تشفى وكانوا كيجي العيد كان عندي بالك 10 سنين 11 سنه كانوا يدوا لنا واحد لي بارك يجيبوهم كيما حنا في قليعه كان يجيبوا كيما الجبانه كيما طريق الجبانه ويديروا ثم بارك يديسينيو ذراري هذوك يولوا قطوطه واش سيباك واحد مش حاب يديسينيو بصح البارك هذاك يجيبوا الجعلولات وصوالح هذوك كانوا يجيبوهم مولا جاري يعني مداري نتلاقاو انا وياه في العيد كنا برك دانيا واش مداريا تلبس في العيد الصاك اللي درت دانيا يا ودي الله لا يشوفك فيها في العيد اليوم هي لابسه تراديسيونال الله يبارك راك معيد انت اليوم با دومي لا باسكو لا لا ما عرفتش شنو نلبس هذاك لو تخيك ماروكا اي تو كدا جابادور تما انت اللي نحيت لنا العادات شنو نحيت انا دوك نهضر على العادات لا انا شو كي يكون عندي هكذا ايميسيون ولا خدام نجي هكذا بصح كي ما يكونش عندي زعما نمشي نبروغرامي
نلبس هذاك وراني نصيبك مع الفاميليا وطلع سما هكذا راني مديبريي اون كيكو سوا. مادام هضرنا على اللباس التقليدي في كل عيد نشوفوا حمله البس جزائري وهذا العام ثاني شفناها راهي دايره حاله في لي ريزو سوسيو بواحد لي فيديو لي تشالنج رانا نشوفوهم. ربما طارق انت غير ما تطرحليش هذا السؤال. البس الجزائري في العيد في المواسم السابقه كانت محصوره غير على النساء، لكن هذا العام راهي حتى الرجال راهم يلبسوا جزائري. انا بالبيت طرحت للطارق قصي علاش ما يلبس تقليدي. راك حابين نوقف باش نشوف علاش باش تقليدي. لازم في دم لازم نقول في زميتات الله يبارك دونك يزني واحد 400 باش نصافي صح. اسمح لي طارق ما لقيتش قدامي معظم الالبسة التقليدية يخدموهم سير ميزة خلي يلبس قدو هذه الله غالي قال الالبسة التقليدية يخدموهم سير ميزة يعني يقدروا يخدموا لك امين قدك تطول امين محشم. لا لا لازم زوج خطرات امين باش يلحقوا امين بصح قدام هو كي راك تقول لي انت عيت انت راك معبس انا داني معيت امين صح لا ما حبيش ريح قدامي ما فهمتش زعما صاحبي والعشره انا عيد صغير ما العيد الكبير صح ديفيرونس. ربما بالحديث عن اللباس التقليدي حتى نيبال ما شاء الله راهي بالقفطان يعني حاجه جديده شويه ما شاء الله. دابيتيد نلبس حاجه تراديسيونال وسامي شافني تلاقيت معه في عده الحفلات يعني جو بريفير نلبس حاجه تقليديه حتى خارج الوطن يعني كي نكونوا معروضين كسوسوا حفله ولا عشاء ولا نلبسوا لباس تقليدي جزائري خاصه انه دوك نشوفوا اللباس التقليدي الجزائري كيما رجع شغل خفيف ماشي كيما كان من قبل ثقيل ترو بيغليتو دوك رجعنا نشوفوا لباس تقليدي خفيف افار شده هذيك ما نقدرش نديرها هذيك لا تيماجين زعما دانيا بالشده وثاني مسالين الكراسي خليكم بزاف لا صح تقدر مثلا كيما الكراكول لابسه دانيا ولا القفطان لابسه انا نقدروا نلبسوا بحاجه مبسطه نديروا بسروال ولا نديروا بحاجه اللي نلبسها اجور كيما نقولوا كوتيديانمون. ربما نيبال بالحديث يعني عن اللباس التقليدي دائما كنا نشوفوا بكري يعني كانوا ماشي يحشموا به لكن تقول لك نو هذاك عراسي نلبسوا كيما قال يعني نلبسوا غير في العرس علاش على خاطر من قبل دوك حنا دائما نعاودوا نرجعوا لوسائل التواصل الاجتماعي اللي راهي صانعه لو بوز كما يقولوا في كل الترويج في المجتمع سواء في حياتنا اليوميه ولا حياتنا الشخصيه ولا حياتنا المهنيه. ضيف الى ذلك كما قالت منذ قليل زمان الناس كانت تحشم تخرج باللباس التقليدي خاطر الى تدخل لوغ مي دركا دو مومون دخلوا عليه داروا لي غوتوش داروا يلو مودرنيزي دونك سي بور سا اللي رجعت ومام لي ريزو سوسيو رجعوا يبارطاجيو. من قبل كراكول الجزائري كان محصور جزائري ولكن شوفوا الكراكول الجزائري سافر عن طريق الاشخاص وسافر عن طريق السينما السياحيه الجزائريه وهذا فضل بالك القنوات اللي ولا لي زانيماتريس هذو مالي راهم يروجوا في منهم دانيا نورتي البلاطو هذه اللي بس تقليدي يعني شوف نعطيكم عفسه برك دانيا وبلال انا نقول لكم فريمون برافو على الخدمه اللي خدمتوها في رمضان باسكو كنت نتابعكم في زابينغ والله غالب ما قدرتش نجي عطيتو نفس جديد لقناه النهار دونك فريمون برافو هذو هما لي جون اللي ماذا بينا نكوروجي. مادام هضرتنا على زابينغ رمضان زميلتي دانيا عندنا تقرير مخصص لذلك طبعا بلال نروحوا نشوفوا هذا التقرير ونراه نرجع. ككل سنة تتميز قناة النهار ببرامجها الاجتماعية والترفيهية في شهر رمضان حيث تحتل النهار في كل سنة المرتبة الأولى فيما يخص تقديم خدمة إعلامية هادفة للمشاهدين. وهذه السنة فإذا كان البرنامج الاجتماعي الضيف ربي أكل الأخضر واليابس فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية الهادفة فإن برنامج زابينغ رمضان في موسمه الثالث استطاع بفضل معديه ومقدميه وتقنيه وضيوفه ومواضيعه أن يصنع الحدث رغم المنافسة الكبيرة من برامج أخرى كثيرة. علاش قلت لك ماشي النقابة دوك نقول لك ناريمان وبلال ورغم تجربتهما الأولى في تقديم البرامج إلا أنهما استطاعا أن يرفعا التحدي وأن يضمنا 30 حلقة من زابينغ رمضان رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا. فتحية خاصة لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج في موسمه الثالث.
عودنا ولينا لكم مشاهدينا، صح عيدكم من جديد. وبالحديث عنا على برنامج زابينغ رمضان، أمين كان حاضر معنا في العدد الأول من برنامج زابينغ رمضان، ربما شفت، تحكينا شوية مادام انت حضرت معنا، حكينا على هذه التجربة، خصوصا أنه بزاف ناس يعني تجهل الكواليس. احنا كنا نصوروا في وحنا صايمين، يعني كنا نتحداو يعني كورونا والصوم، والحمد لله يعني كملنا برنامج زابينغ رمضان، وراكم حاضرين معنا. لازم نشكر الضيوف اللي كانوا يجونا رغم يعني الصيام والكورونا، وكانوا يلبوا النداء، ومن بينهم أمين بومدين. نعم أنا كنت أول عدد يعني تعلموا فيها الحفافة. أنا كنت نسمع فيه دونك تعلموا فيا الحفافه كوبا واحد 15 مره نون سيتي سامبا حاجه مليحه حاجه خفيفه ومام نشكرهم لي دو انيماتور حتى الجماعه تاع الاعداد والجماعه تاع المخرج وكاع ليكيب يعني فريمون بيان ومام يخلونا نفيتي يهضر ما يكوبيوهاش وكان دي كيستيون تحسهم باللي سي دي كيستيون كيما نقول لك بروغرامي ماشي هكذا امبروفيزاسيون و دونك انا جوست معكم بخومي نيميرو كنت مادابيا لو كان بوك انا من داك نحب نطيح خشان كنت مادابيا وكنستو عيطوا لي باسكو انا كي جست معاهم سيتي مازال ما بداش مازال ما بداش بروغرام تاع رمضان ما نقدرش نمد راي دونك حكينا اون جينيرال على رمضان تاع العام اللي فات هذا العام واش سمعنا وكذا رانا جبناك يعني العيد تقدر تعطينا يعني حوصل على لي بروغرام بما انك مخرج تحكينا شويه على الاعمال الفنيه على لي بروغرام دوكا ما عندكش واش تحكي خلاص نقولوا لنا صح عيدكم باسكو نو باسكو لي بروغرام خلاص بلاصه واضحهم بروحهم تقدر انت بوندون لو لو رمضان تقييم باش العام الجاي ان شاء الله ربما شوف هذا العام جميع انسان دار حاجه نقولوا له يعطيك الصحه طبعا باسكو لا بيريود اللي خدمنا فيها السيتي تاع الكورونا وجميع انسان حنا بالك بلي الاجتهاد فيه الصواب وفيه الخطا طبعا لما انسان يجتهد يقدر يغلط يقدر يدير حاجه شابه حنا جميع انسان يجتهد نقولوا يعطيك الصحه كوساسوا كانت مليحه ولا كوساسوا كانت ناقصه ولا كوساسوا كانت غلطه دونك مازال كيما يقول لك بوغ لافونيغ اون ابخون باش نموديفيو دي شوز دونك السبب انه كانت الكورونا هادي دو ان اي دو دو تاني ما كفاش الوقت باربور التصوير انا شفت شويه من اللقطات تاع لو فيتون تاع يما هو اللي برز هذا العام اوسي وشنو تاني فكروني تيموشا وي تاع مزاحم يحيى وكانت متالقه كانت متالقه جد متالقه من الشطر وكاع يعني الممثلين كانوا تم وشفت ما مزج ما بين لي انستغرامر مثل ستالي اكسيتيرا ومزاحم يعني توجو عنده لا توش تاعو يعني في الفكاهه وفي هذا الامور دونك هذا العام خرج تيموشا وخرجت يما في الدراما وتيموشا في الفكاهه اما الباقي كاع خدموا نقول لهم يعطيكم الصحه باسكو راني قلت لك باش تخدم في بيريود تاع كورونا سي با فاسيل انا سيته على بالي سي با فاسيل يبقى الجمهور هو ويبقى الجمهور هو اللي يحكم هو اللي يحكم بيان سور واو حكم طيب وشاو يما شافوا بزاف الناس اكيد اذا مشاهدينا وضيوفي الكرام يلتحق بنا الفنان فيس عبر الهاتف الفنان فيصل المينيو مباشره من امريكا مساء الخير السلام عليكم مساء الخير فيصل صح عيدك وش راكم صح عيدكم كل عام وانتم بخير الله يسلمك فيصل تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم ان شاء الله شكرا إن شاء الله. قلت الولايات المتحده الامريكيه لكن من كندا عفوا فيصل حكينا قاره امريكا احكينا على ربما اجواء العيد تماك عندكم ايبا العيد هنايا ماشي صاديبون كاين دي كارتي فيهم العرب فيهم الجاليه المغاربيه يكونوا نورمال يكونوا هذا روحي غافر على هذا كيما برس كيما البلاد شوفوا مي شيبا مع هاد الكورونا هذا وكاع دونك الناس راهم قاعدين في ديارهم طبعا يخافوا يخرجوا كاع دونك سي ديفيرون شوفوا ربما فيصل ربما فيصل منيو انت راك خارج الجزائر كاين عدد بزاف ويعني رحت وبنت العيد ما راكش تعيش فيها بيان سور باسكو بون موالف العيد احنا نجوزو مع لي بارون مع لا فامي مع لي زامي
هاد مخطرات جا العيد هذا وانا خارج الوطن بعيد ما بيش هم كيمو متر على الدار وقا نورمال ما تحس هذيك لا ديفيرونس تحس باللي خاصك يا بابك خاصك يماك خاصك خاوتك هكا دوفون توا باش تفوت معاهم العيد شي با يماك موالفة هذوك اللي داني جو تاع رمضان دير الحلوى يشوفوا منها هذه شغل البنا هذه ما كاش شغل طايب لكن هذا ما يمنعش انه نقول لكم صحة عيدكم فيصل كل عام وانتم بخير الله يسلمك حتى انتم صحة عيدكم واني متوحشكم بزاف بزاف الله يسلمك وان شاء الله هي روحة الوفاء هذا ان شاء الله ونعاود نولي ونتلاقى ونقصروا ربما والله العظيم غير ربما فيصل من هذا المنبر واش تقدر تقول للوالدة ديالك بمناسبة العيد الوالدة نقول لها راني نتكلم عليك بزاف بزاف بون ماكريك قلت لها لا ديجا معليش نعاودها نقول لها بلي صح عيدك وكل عام وانت بخير وان شاء الله ربي كما قلت يطول في عمرك ويخليك ديما لينا وشكرا شكرا بزاف بزاف اللي كبرتينا ورديتينا رجال الحمد لله وحملتينا في بطنك 9 شهور ويعني خويا اللي مات ما قد ما نشكر فيها قد ما قليلك فاهم خويا الام هي الام خويا اكيد المهم هذه هي فيصل احنا متواجدين معنا فنانين من مختلف المجالات الاغنيه العاصميه الرايويه ومعنا كذلك صديقك امين بومدين حاب يعيد عليك صح عيدك فيصل ومعنا صح عيدك خويا صافا صافا والله غير بيعيدتو مليح والله غير بيا خويا امين ما توحشناك يا خويا توحشك الخير نتلاقاو ان شاء الله خويا نتلاقاو ان شاء الله نتلاقاو خويا والله غير صافي بليزير كي راك تما اخويا ربي يحفظك برمي الاصدقاء المقربين ديالي ربي يحفظك يا خو وتوحشناك باك ما قلتلك سامح بيا ما تعيط لي والله والو والله والو راك تمين داك كي تهبط نقصوا بيا ان شاء الله كيف كاين هبط نقصوا هاي نقصوا اسمع راك تلاقى راك تلاقى فيفو 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 دي باني بيه راكم زوج انتما دي باني والله راني دي باني بيه يا خويا فليان فليان ما يخرجش من الدار كاع صح هذاك نورمالمون يعيش في المكسيك هذاك نورمالمون يعيش في الباهاماس شكرا لك هذاك وين تحطوا فيفو نورمالمون في نوتة البرمودا يعيش تما لازم هاو كتبك صحت له انت لهنا اخويا الحمد لله لك بخير شكرا لك فيصل المينيو شكرا لك شرفتنا بهذه المكالمه ان شاء الله تكون بخير وان شاء الله نشوفوك قريبا في بلاطو قناه النهار ميرسي بوكو سلم لي على قناه النهار بزاف بزاف سلم لي عليهم كاع وكاع ليكيباج عندي بزاف صحابي يخدموا فيها سلم لي عليهم بزاف بزاف ونحبكم نموت عليكم الله يحفظكم وميرسي بوكو كي خممتوا فيا وعيطتوا لي شكرا لك شكرا لك اكيد ونحسوا باللي ولاد بلادنا ما سمحوش فينا اكيد شكرا لك فيصل شكرا شرفتنا بهذا المكالمه الله يحفظك السلام عليكم السلام سلام الان مشاهدينا الكرام نعود نقولوا لضيوفنا نروحوا لك لنبال ربما من بين الفنانين اللي راهم يعني في الغرب وما يجوزوش العيد في الجزائر طبعاً. فيصل المينيو ربما كي تجوز العيد بعيد عن الاقارب تاعك شيء صعيب شيء صعيب جدا لانه انا نجزت على التجربه هذه والاصعب اكثر انك ما رناش بعاد على هذه التجربه هذه مره واحده اخرى على خاطر عشنا في الغربه وعشنا شحال من مناسبه في الغربه ومن بعد معاد الكونفينمون رانا نعاودوا نتجوزوا على نفس التجربه ولكن بهكذا باش نحسوا واش راهم يحسوا ناس الغربه ونحسوا واش راهم يحسوا كذلك الناس اللي هم بعاد على مواليهم خاصه عندنا كذلك للناس اللي هما في الجزائر ولكن متواجدين في ولايات واحد اخرين راهم يخدموا راهم منهم اللي حراس الحدود منهم اللي نتمنى لهم ان شاء الله كامل التوفيق لانه على بالك الناس اللي تخدم في لي زوبيتو اللي راهم ساهرين على صحه يعني المرضى خاصه حنا نتمنوا نشغل المرضى فقط اللي راهم يعني متواجدين في لي زوبيتو على العام اللي يديروا لي دياليز اللي يديروا لي شيميويتو ولكن عندنا كذلك جنود اللي هما اليوم يحتاجوا ادعيه ويحتاجوا دعاء قوي اللي هو ان شاء الله ربي يوفقهم خاطر راهم للامام على جال باش يتصداو لهذا الفيروس هذا نتمنوا ان شاء الله يا ربي العزيز ربي يفعلنا شكرا لك نيبال ربما سامي زرياب حنايا في الجزائر يعني رانا نشكيو من العيد ما جاش كيما موالفين ربما فيصل المينيو وفنانين آخرين يمثلوا الجالية الجزائرية في الخارج ربما ما كاش ولا حتى ولا عادة ولا طقس من طقوس العيد واش تقدر تقول لهم شوفي صدقيني ربما أنا من ماشي ما نوافقكش في الرأي نوافقك لكن احنا نعرفوا كاين وجود جاليات تاع الجزائريين
خاصة في أوروبا وفي فرنسا جالية قوية، في كندا كذلك كاين جالية جزائرية قوية، هادو ربما يشموا شوية ريحة بعضهم. حنا نشوفوا مناطق اللي أبعد، كاين جزائريين في اليابان، كاين جزائريين كما قال لك أمين في المكسيك، يهضرات على المكسيك كيف في الأرجنتين، كاين جالية بعيدة، هادو اللي ربما عبالك من بالك في الساتيليت بالك ما في فضائيات ما يحكموش قناة نهار. سلام، تكلمت على نقطة مهمة جدا باردون أباك ما حتى العادات والتقاليد كي قالت بلي ما كاش. شوف عادات والتقاليد داخل البيت كاينين، خارج البيت ما كانش، شوف لأنه السياب أكيد ماشي نفس التقاليد تاع المجتمع، ماشي نفس الدين، ماشي نفس الآخر، حتى الصيام أباك يجي أصعب لأنه لي زور دو ترافاي على ليترونجي ماشي كيما ديانا، ما يقدرش شركة ما تقدرش دير لي زور دو ترافاي تاعك على حسب ما تحب. الوغ لا طقوس تاع العيد، طقوس تاع العيد ما تعيشهمش خلاص. بل هذه القاعده اللي انا فيها يعني الجاليه الجزائريه المقيمه بالخارج شوف صدقني بفارغ الصبر ويشوفوا الفنانين الجزائريين. كاين بزاف عبر التواصل الاجتماعي وعلى باله طارق عندنا دي فان يتبعونا، ناس اللي امنوا بنا امنوا بالفن تاعنا، صدقني انهم يبعثوا لنا يقولوا لنا اما قنوات راكم جايزين وين نستناوكم، عطونا موعد سلموا علينا. صدقني يا مكب نجحت الفنان عبالك افيك ان كور فريمون والله غير ماشي عبالك فريمون تحس والله غير صدقني غير تحس يحوسوا يتبعوا في التقاليد ويتبعوا في الاخر من غير شكون يلقاو الفنانين كسوسوا كوميديين كسوسوا هكذا مطري يقول لك وقتاش جوز باش نشوفوكم قاعده مليحه قاعده. يلا زي امين عنده اضافه في نفس السياق باك باش نهضروا على حنا بالك محدودين بالبارابول المهنه تاعنا انه اليوم بالك طيح لوكازيون انه تقدر تقول اليما والشعب الجزائري وجداتي دير لي بلون دقيقه يا خو مخرج بلون اسكو ما قدرش نديبلاسي ياك معايا تقدر منا ها شوف ها منا لا جوز خالتي سطوالي جداتي خالي كاع شوف واحد تقدر صح تكون تعيدوا بصح لي فان تاع انستغرام فيسبوك هنا انا ربما فما بالو كل مسكين اللي قاعد في الدار هنا انا محظوظين صح والله وانت اسمح لي بك تاع لوروب باغ اكزومبل باري مارسي هادو ما شويه يشموا قد ما تبعد قد ما تبعد هذا واش كنت نقول انا الحق انت ياك قلت لك نعرف واحد في الارجنتين خو المكسيك غير كيما باش قلت له بلي اوني اون 2020 ما على بالوش سيد في الارجنتين بعيده خو صحيح بعيده بعيده مادام هضرنا على الجاليه الجزائريه ايضا راهو حاضر معنا بمكالمه هاتفيه من امريكا اجرد يوغرطا مرحبا بك اجرد السلام عليكم السلام عليكم صحة عيدك سمعت لفوة تاع امين والارجنتين انتم طيبين ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله صحة عيدك مبارك شكرا لك اجرد اجرد الله يسلمك كامل بخير صحة عيدك اجرد اجرد انت تمثل الجالية الجزائرية في الخارج ربما كنت تواصل معنا في سلمينيو من كندا وتحدث لنا يعني على الاجواء حبينا نسمع من عندك الاجواء تاع العيد عندكم في امريكا كيف احنا على بالنا باللي امريكا يعني فيها اقلية ربما مسلمة لكن ماذا بينا تحكي لنا على هذه الاجواء كيفاش راك تجوز عيد الفطر في امريكا راني كيف راني في كندا في لاميريك دو نور كيف انا تراني في كندا فوالا بيان عندي صحابي هنايا دي ميوزيسيان اللي نخدم معاهم موسيقى وشغل بهم اللي درنا هذيك الجو زعما غير بيناتنا هكا خلقنا واحد الجو هكا بعضنا طبعا فوالا هذا هو ماشي كيما البلاد ماشي كيما العايد صحيح اكيد كيما أجرد ربما ما عندهمش الشوف أمريكان ربما انقطع الاتصال مع أجرد يغرطة راح نحاول نعود نتصلوا به الله غالب كنا حابين نزيدوا ربما أجرد ما زالوا حاضر معنا في أجرد أجرد معنا فنانين من مختلف المجالات معنا طارق القليع يحب تاني يعيد عليك تفضل طارق طارق خويا حبيبي صحة عيدك كل عام وانت بخير ان شاء الله صحة عيدك كل سنة وانت طيب صحة عيدك يعيشك في حياتك في حياة العائلة تاعك اللي نقول لهم كاع الناس الكبيرة صحة عيدكم ربي يحفظك خويا صافا لاباس عيتو بيا والله غير نعمة الحمد لله والله غير نعمة وانتوما كيفاش والله الحمد لله والله غير مخصوصة بلا بيكم توحشناكم بزاف ربي يحفظك خويا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اجرد ربما نهضر نسقسوك على نجاح اغنية مسلسل يما اللي شفناه في رمضان واش تقدر تقول لنا عليها هذيك الاغنية ربما نجاح خدمتها انت من خارج الجزائر ولقات نجاح فوالا واش راح نقول لك انايا تعاملت مع الموزع التونسي رشاد
فوالا بعث لي الاغنيه وانا هنا دخلت استوديو وخدمت عليها وبعتها والحمد لله اللي نالت اعجاب الجمهور الجزائري الحمد لله. هذاك هو الصح، احنا نخدموا على جال هذا الشيء، نخدموا باش ونخدموا باش نعجبوا خاوتنا. ربما اجراد تحدثنا على اجواءكم تاع عيد الفطر في امريكا، لو نحكيوا على رمضان يعني كيفاش جوزتوا رمضان؟ والله غير رمضان غير كل خطره وين، خصوصا في ظل الكورونا اجراد يعرضوك كل خطره، كيفاش كل خطره شكون يعرضك مع الصحاب مع خطرات كاين وين واحد يحب يقعد هكا وحده فوالا، نطيب خطرات نطيب وحدي، ندير شربه، ندير دوزيام بلا ياك البورك حاضر اجرد. اي لازم كيفاش رمضان بلا بورك مش ياسر. صح. ربما اجرد واش تقدر تقول لنا ككلمه اخيره من خلال الشاشه تاعنا من خلال منبر قناه النهار؟ نقول لكم ربي يحفظكم اللي تفكرتونا واتصلتوا بينا وصحة عيدكم ان شاء الله، نتمنى عيد مبارك لكامل الأمة الجزائرية والأمة المسلمة ان شاء الله. نقول لكم ربي يحفظكم وان شاء الله عام تاع خير وربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله ونولوا لحياتنا غير العادية ولا باس ان شاء الله. ان شاء الله اجرادي وغرفة سررنا جدا بالتواصل معك مباشرة من امريكا وان شاء الله عن قريب نشوفك في الجزائر ومعنا حاضر معنا في وسطنا. شكرا ربي يحفظك. شكرا جزيلا، تبقى على خير اجراد. شكرا لك. شكرا ربي يحفظك. شكرا لك. اذا نبال كنا متواصلين مع اجراد اليوغرطة اللي يمثل الجاليه الجزائريه في الخارج. صعب يعني صعب جدا، ولكن يبقى دائما حامل لرساله وحامل الوان الوطن يعني عالم الوطن ديالنا راهو يمثل الجزائر، راهو يمثل الالوان، راهو يمثل الجاليه الجزائريه. ومليح يعني احنا نتمنى له التوفيق ونتمنى توفيق اكثر يعني لكل صوت يحمل كلمه الجزائر، لكل موهبه تمثل الجزائر. اكيد. لو نحكيوا على طارق، على باش ما ننساش برك الاغنيه الاخيره اللي عملتها عملت ضجه كبيره يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مشاهدات بالملايين، ما بيش حال من مليون. لو تحكي لنا قبل ما نشوفوها احكي لنا عليها شويه. كي نشوفك زحفانه من كلمات والحان وهبه بوديب واخراج ابراهيم حديد اللي وجه لهم تحيه يقول لهم صحه عيدكم. طلقت الاغنيه جوست مع بدا الكورونا، دونك ما درتلهاش ما جوست في لي بلاطو تيلي، ما درتلهاش نقدر ما درتلهاش في البروموسيون فوالا ترويج. دونك الحمد لله في اليوتيوب مشات الحمد لله قريب 2 مليون في شهر وكالك جور. الحمد لله. دونك الحمد لله يا ربي ان شاء الله تكون لاقت يعني نجاح، بدلت شويه ستيل. الحمد لله. الحمد لله. لو يعطينا فقط المخرج الكليب يعني نسمعوه واياكم. نعم مشاهدينا الكرام، كما شفتوا اغنيه طارق القليعي الاكثر من الرائعه اللي شفنا فيها نسب مشاهده عالية. طارق ربما مر ما سمعناك يعني الاغنيه تاعك استوديو، حبينا نسمعوك مقطع اكابيلا اذا تقدر. داكور واش نغني لكم؟ واش راك حاب؟ نحبها. واش مغنية؟ تاع نكرم فيك الخير. نكرم فيك الخير كانت اول اغنيه طلقتها في عام 2017 ان شاء الله، عندي بزاف ما غنيتها نسيتها. نكرم فيك الخير خاينه وما عندك ضمير، تسمحي في الغيت كذبي ما تبان عليك، اذا نسيتي شادرتي نحكي لك انا واش صرا، انت خدعتيني وربي خلصك يا طفله، او لعبتي بيا او نسيتيني ودرتيها بيا وخليتيني، اي ولعبتي بيا او نسيتيني ودرتيها بيا وخليتيني. ما شاء الله. الله. عندنا بزاف ما غنيناش بورتون. امين اعطينا رايك في طارق القليعي قبل ما نروحوا للصوت. عطيك راي في واحد جديد. واحد داوي سيي سيي تاعك اش خدام. هو قال لنا باللي غير مني امين بومدين مقبل. لا منو؟ قال لك ما قعدتش. قال لنا ما قعدتش معايا باسكو غير مني. معليش يا بالعالي يدخل يعطيني رايك باسكو على بلا بلا احنا نمدحوا. الله يعافيك. طارق سي بارمي لي بارمي لي جون لي ما تقولش عليه شونتير تقول عليه ارتيست، باسكو اونتخ ان ارتيست و ان شونتير سي دو شوز. ارتيست سي الكومبورتمون سي ليديوكاسيون سي لا فيزيون تاعو سي لا مانيير كومون يجير سا كارير اي تو. طارق سي ان ارتيست فوالا، سي ان ارتيست كومبلي، يلعب الانسترومون على بالي انت ما على بالكش، يشونت بيان
وانسان مربي وانسان مخلق صافي دونك فوالا شهادة افتخروا بها. برك نقول لكم بلي حاجه امين جرتو بزاف مربوحه باسكو لا شونسون اللي نقدروا نقولوا هي اللي دارت لي حاله في لو بوس في لاكارير تاعي تيكي تاكا هو من كلمات امين بومدين واخراج ثانيك امين بومدين والناس بزاف على بالها وراهي قريب شتي علاش ما دخلتيش انا ضربت لابال عاودت ولا دونك هي راهي دخلت قريب 25 مليون 26 مليون دو في دونك صافي يعني حتى الكلمات من امين بومدين شوف تيكي تاكا ومامي مامي ناس كدرموني تاع جلي باليرمو نفتخر انه طارق بيا بجليل ديجا نقدا جيب 30 مليون مشاهده 25 مليون مشاهده دونك ان شاء الله يكون باوشان موتان ان شاء الله يعني صافي بليزر هكذا نشوفوكم تتعاونوا بيناتكم هكا وتبدلوا لنا يعني برودوي شباب ما شاء الله. لو نولوا تيكي تاكا تيكي تاكا كانت يعني في ليكيب ناسيونال لكن نشوف ناس انا نتلاقى مع بزاف ناس مازالهم يسمعوا مازال يسمعوا سيرتو بالك في الحجر الصحي الكورونا ناس بزاف دخلت لي ريزو سوسيو ولا دونك لي كومونتير ولا لي فيو زادوا بزاف لا شونسون باغ اكزومبل هذه كي نشوفك زحفانا قبل رمضان نقصت باسكو عباك الناس ما يسمعوش بزاف الاغنيه في رمضان مي تيكي تاكا راهي جو تطلع دي فوا 40 ميل 30 ميل فيو بار جور زاد تطلع. لو نوليو فقط الاجواء العيد نيبال انت الله يبارك يعني عندك دي زونفون عندك اطفال شتي لهم حوايج العيد تقدري تقولي تخبي يعني تحت الريدو نفس الريدو بالك بارفيس افون كنت نخيط صح مع الاول كنت نخيط زمان كنت انا زعما لا لا ماشي خيط انا كنت ندير لا ديكوراسيون بزاف بوكو بلوس دوز العرايس اي تو كنت نحب هكذا سان تخوك اللي كبرنا عليهم ايتو لي بارون اللي علمونا ايتو مي زعما شغل مازال ندير هذوك نخدم لهم دي باغيت نخدم دي شوشو عام انا نبدع ما نكتبش عليك لا لا راني حابه نتعلم لي زيكوي سامي كي تقطع سيرفر كنت ديرهم هذوك كانوا يبيعوا بياسات كنت نخيطهم عليهم نديرهم شغل بياسات على مود تو تافيه شوفي بوغ الحوايج تاع العيد نقدر نقول لك بلي كانوا ديجا عندهم من قبل دونك كان حوايج لي جامي لبستهم لهم ايتو جي كومبونسي لبستهم لهم بور نو با دير صح كانوا دي فونت باغ انترنيت نعم نويتي باك درتي النيه وبيسك ما لبسوهم لا لا نكذب عليك كانت صوالح جامي لبسوهم يعني كان حوايج جامي لبسوهم لبستهم لهم في العيد مي واكبنا الظروف اللي رانا فيها دوك نفهم دوك شوفوا قبل منذ قليل كنا نحكوا على الانترنت وكنا نقولوا الانترنت مليحه مي مالوغوزمون يا دي جون يزيتوليز مع الانترنت ما نكذبش عليك انت وين لقيت انه واحد يعني دخل تاعو متوسط يحط له سروال ولا روباب 6000 6000 دينار وين راهو الحق عنده 3 4 يبروفيتي ولا لا ماشي بلا شوف نقول لك واحد الحاجه كيما قال سامي العيد في القلب صح وولادك وتشوف فيهم شابين كي تشوفهم بصحتهم وكي تشوفهم فرحانين وكي تشوف ديك اللمه تاع العائله تاعك ملمومه هذاك هو الحاجه المليحه شوفي ما يقتلنا الهيف على الحوايج ما يقتلنا الهيف على كيما نقولوا على الحلوه ما يقتلنا الهيف على حتى حاجه ليسونسييل بلوز امبورطون كي نكونوا حنايا بصحتنا هذا ما كان وبناتك صحه مازال باش اسكم مازال يديروا هذا تاع صغار حنا كنا بكري كي نشوفوا حوايج العيد قبل ليله العيد كاع نفرشوا شو الباسكات وما ديك السروال وما ديك التلبس يرقد في بلاستيك يرقد في بلاستيك ونبقاو نشوفوا فيها كاع حتى كطيح مازال يديروا هذا صغار كاع يديروها كاع دراري صغار جوسكا بريزون مازال يديروها والله ما اندثرتش ما اندثرتش الدراهم كي تعطيهم في العيد الدراهم بيان سيغ دراهم العيد مالكي الكورونا مازال اسمح لي يا تالمون شافي اباك دخلت لي توسويس وقال مازال كديرها لدوكا صح كنا نحطوهم يا نشوفوا فيهم صح كاينه منها يعني حاجه اللي كبرنا عليها وعلى بالك نقول لك حاجه سي بالفطره ما تروحش ما تروحش بالفطره انت بالك تقول بالك ولادنا دركا خلاص راهم على الانترنت والله والو لا في تاع العيد لي زونفون يبخان لي فاتمون تاعهم يحطم قدمهم ويسنوا وما يبقدوش ما نبقدوش كنا ثاني ما نبقدوش بكري ونوضوا بكري وتافي بصح كي تلحق القايله هكا على بالك هي العادات ما نستغناوش عليهم ضيوفنا الكرام لحقنا يعني للختام القعده جات معكم وجازت بزاف خفيفه لكن قبل الختام نعطيكم كلمه اخيره والاهداءات اللي راكم اللي منكم حابين تقولوها نبداو لك امين بومدين لكن امين بومدين قبل ما تعطينا اهداء نديرو كيما درنا مع ضيوفنا اللي سبق حضروا معنا في بلاطو زابينغ العيد ربما كش واحده وزعفان منك تحب تطلب منه السماح من خلال الشاشه تاعنا ولا كامل ما عندكمش والله انا بقدام ما عنديش انا عجبت الليستة امين ما كاش والله سامو جو فوا با ما كاش هنا كيما نقولوا
يعني واحد زعفان تيم قلتي لي هذا تكبروا واحد زعفان هذا داوي بلوس ولا موا او سا سا مو ماكاش دونك حنا نقول ما مي دابا لك يقدر الانسان بالك يا غلط هو ماشي تيخبر حنا نقولوا انه الغلطه هي من الانسان هي من طبيعه الانسان دونك انا نعاود نقول صحة عيد لكل شعب جزائري وثاني ثاني سيرتو نقول الجيش الابيض لي جون لي وقفوا فريمون مازالهم واقفين كو سوا لي ميدسان لي انفيرمي و امبال النظافه وحتى الامن وحاجه اللي نقولها توجور في الازمات اللي جات على الجزائر توجور يبرهن المجتمع المدني النشاط الجمعوي والشعب تاعنا بدا توجور برهن ومازالوا لحد الان يبرهن دونك انا توجور نقول يعني الجزائر اقوى من الكورونا ان شاء الله هذه كورونا تجوز علينا و حاجه وحده اخرى يعطيكم الصحه انتم ثاني راكم واقفين وراكم ها ولا لاباف هذوكم باسك عيدوا معانا واسمو فيصل مينيون واجرات كذا دونك صحه عيد كل شعب جزائري وصحه عيد كل المسلمين في انحاء العالم. شكرا لك. نروحوا لك نبال ربما ككلمه اخيره واهداء واش تقدري تقولي؟ انا نقول بلي شاركت في مسلسل سامحيني مع السيد علي بن سلم ككاتب سيناريو ومخرج ومادام راه يحمل كلمه سامحيني نقول سامحوني كامل سواء الحاضرين ولا الغايبين ولا وانا دائما نقول في البرنامج تاعي الاذاعي صباحا كي نروح نكمل نقول لهم نلقاكم دائما بصوت على نبره صوت واحده بها فوات يعني مختلفه ولكن حياتنا فيها هفوات وعندنا هفوات نتعلموا. انا نسلم على كامل عائلتي الكبيره والصغيره ميز انفون خاوتي اللي راهم في الخارج فاميلتي كامل لابيل فامي تاعي الهيكا ونقول ان شاء الله كل عام والشعب الجزائري بالف خير بلا ما ننسى تانيت الام ديالي اللي نقولها كل عام وانت يا بخير لانه الام تاعي فقدت يعني الاب ديالي ما عندوش بزاف على هذا على بالك راهي امام تجربه صعبه عليها. حنا نترحموا على موتانا في هذا اليوم هذا المبارك ونتمناو كذلك دوام الصحة والهنا لهذا البلد الحبيب ونبقاو دائما متحدين لانه جزائري عنده عنوان واحد هو يد واحده. صح هذه يعطيك الصحه. انا نقول لكم الله كما واش قالوا هما اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ان شاء الله. عيد سعيد لكل الامه العربيه والامه الجزائريه بصفه خاصه لكاع الناس اللي تشوف فينا ما سمي حتى واحد لا فامي تاعي ما وبابا وخاوتي وخياتي كاع كيما راهم لا فامي تاعي كاع الاسره الاعلاميه والاسره الفنيه وربي يحفظ بلادنا نقول لهم جوست الكورونا هاد الايامات دونك ريحوا في دياركم باش تحميوا روحكم وتحميوا عائلتكم. ليك سامي زرياب ككلمه انا بالمناسبه على كل حال نقول لكم بلي نتوما ثنائي جميل. شكرا ليك. والاجمل في هذا ضيوف اللي جبتوهم لي اللي نحبهم بزاف بزاف والشعب الجزائري اللي يشوفنا والمشاهدين نقول لهم كذلك عيدكم مبارك والعائله الفنيه كذلك وكم الناس اللي تعرفنا واللي ما تعرفناش تعرفت علينا ربما اليوم عبر قناه النهار وكل الناس يحبونا ونحبوهم من البعيد ومن القريب. طبعا شكرا لك سامي. بلال حنا ثاني بدورنا عندنا يعني اهداءات بالجمله. انا عندي ليست كبيره زعما اولها نهني الامه الاسلاميه جمعاء صحه عيدكم خصوصا الشعب الجزائري صحه عيدكم كل عام وانتم بخير عائلتي خاصه عائله بطاق بالقليعه عائله بحري بباب الواد والديا ماما بابا خويا حمزه ساره نجيب ريهام فريال كل واحد باسمه وحتى واحد ما يزعف مني. كذلك ما ننساوش على التقنيين وفريق الاعداد اللي كانوا واقفين معنا طيله شهر رمضان المبارك كما سبق وقلت انه تحدينا يعني صعوبات بالجمله تحدينا كورونا تحدينا الصوم الا انه الحمد لله كملناها على خير كما يقولوا. بلا ما ننسى تانيك حلويات اللي رافقتنا طيله شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حلويات ويز جاتو وسيله مملحات سلمى اس بي وكذلك اللي وقفوا على اطلالتي ما ننساش طيله شهر رمضان المبارك شيك دوغيون منى الشوتري سوبليما وكامل شيراز مازال ما كملتش كامل شيراز طبعا نولي المكياج طبعا خليته لك ليك أنا عندي ليست معليش المكياج ما ننساوش خوله رميسه حميده ربما ليلى كل اللي وقفوا تانيك على المكياج تاعنا نهنيهم نقول لهم صحه عيدكم وصحه عيد كامل زملاء قناه النهار وعلى راسهم الاستاذه سعاد عزوز صحه عيدك كل عام وانت بخير ان شاء الله ان شاء الله وعائشه ابو زمارن ان شاء الله. ونروحوا مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا رانا في ديكور وقاعده بزاف شابه نشكروا راما مابل
أنيس شرفاوي لهذا الديكور الأكسسوار، محمد بوشان المخرج، تقني الصوت عبد الوحيد، المصور أمين طير والعائلة تاعو صدوقي، التنسيق إبراهيم بورنيسة وحسام وزوجته شيماء ورسيل، حسام الشهب، فرقة عبد الرحمن الزرناجي، تقني الضوء نبيل حميدة، عويسي محمد، لميا مهدي، إيلين كريم. من فرنسا أيضا عندنا كاتيا ماريا وآنيا وأيضا عائلة حباش وقرباج عائلتي، عدلان مروان إسلام وسميحة. وبالله نكون لحقنا مشاهدينا الكرام إلى الختام هذا العدد من برنامج زابينغ. أيضا نقول لكم نتلاقوا إن شاء الله في أعداد مقبلة إن شاء الله. زميلتي دانيا صح عيدك مرة أخرى. صح عيدك بلال، والله سعيدة جدا دي ما قلتها لكش لكن اليوم نقولها لك بما أنه رانا في الختام. سعيدة جدا أنك رافقتني طيلة شهر رمضان المعظم، ويعني في التنشيط كنا ثنائي رائع رغم الصعوبات، إلا أنه كنا يد واحدة على إنجاح هذا العمل كأول مرة في التولك شو. شكرا لك بلال على كل الدعم. شكرا لك زميلتي دانيا، هذا شرف لي أنه تعاملت معك وكانت لينا برنامج خدمنا فيه كيف تعبنا بزاف، والحمد لله ان شاء الله نلقاو نتائج. الحمد لله بلال، شكرا لك. لكن قبل ما نختموا نروحوا لسامي زرياب، ما نقدروش يعني نسمحوا فيه يروح بلا ما يسمعنا مقطع اكابيلا. سامي زرياب او عندك الميكروفون.